نعم فضيلة الشيخ حفظك الله، لو سمحت، نحن أيضا من أهل الشرقية، أريد أن أسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم لعلها أن تصادف يعني ساعة إجابة لا يرد الله سائلا. إيش معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك أنه إذا كان الدعاء مثلا على شيء وقد يكون يدعو مثلا على ولده بغير حق مثلا، هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له بسبب هذه الساعة الإجابة أم ماذا؟ سأسألك: من الذي بيده الإجابة والرد؟ الله سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل يعلم من هو على حق أو على باطل؟ بلى. خطأ، جوابك خطأ. أنا أسألك: هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ نعم نعم يعلم. طيب، هل الله عز وجل يمكن أن ينصر معتديا على من أنظلم؟ أجب. لا لا. إذن مهما دعا الإنسان بغير حق فإن الله لن يقبل منه، لأن الله قال في القرآن الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. فكل من دعا دعوة بغير حق فإن الله لا يقبله. ثم إن كان معتديا فقد يكون ترجع الدعوة إليه وتصيبه، كما جاء ذلك في اللعنة أنه يصعد بها إلى السماء فترد ثم تتجول، فإن كان صاحبها أهلا لها وقعت عليه، وإن كان غير أهل رجعت إلى قائلها. وكما جاء في الحديث الصحيح: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك رجع إليه إلى القائل. لكن الإنسان أحياناً عند تأديب أولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير، بدل من أن يقول: الله يهديك، الله يصلحك، الله يشرح صدرك، يقول: الله يهلك، الله يفعل بك كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً، بهذا أي بكون بعض الناس يدعو بالشر في موضع الألق به أن يدعو بالخير عجلة وتصرعا. وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اصبر نفسك، احبسها، عود لسانك إذا أغضبك أولادك أو أهلك أن تدعو لهم بالخير. طيب، بعض الناس يقول: الله يكفي شركم. يصلح هذا ولا ما يصلح؟ عجيب يا جماعة، يصلح. نحن نقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فإذا قال لولده: الله يكفي شرك، ما أكثر ما تغضبني، هذا ما في شيء، لكن الله يأخذك، الله يدمرك، الله يسور وجهك، الله لا يوفقك في الدنيا ولا بالآخرة، حرام. اصبر، وطن نفسك وادع لأهلك بالخير.